انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن محمد فضل. كابتن فضل برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، اهلا بيك في جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي، وكحق ليك النهارده جاي تدلي بصوتك في انتخابات النادي الاهلي. فاروق بسلم عليك طبعا في الاول، ويمكن دخلت بعد دكتور سعد طبعا اكيد خلص كل الكلام. لا طبعا شرف، الواحد بيبقى مستني اليوم ده، حاجه مهمه تحط صوتك، وان شاء الله باذن الله يعني مش هقول لك اجيال، لكن انت بتكمل بقيه المبادئ، بقيه المشاريع، بقيه النهضه اللي بتتعمل من كل 4 سنين. لازم بتشوف حاجات مختلفه لاعضاء الجمعيه العموميه. اي عضو في الجمعيه العموميه هو عنده مسؤوليه كبيره جدا، ان انت عندك حجم جماهير النادي الاهلي اللي مش اعضاء جمعيه عموميه كبير جدا، فانت الصوت بألف صوت، ان احنا اعداد كبيره. فطبعا النهارده يوم حلو، يوم منظم جدا، يا رب ان شاء الله يبقى يوم خير للجميع. محمد فضل اعتزازه باهلاويته وانتمائه للنادي الاهلي اعتقد بيعني لمحمد فضل الكثير. طبعا هو انت خلي بالك، انت اهلاوي من هنا مش اهلاوي من هنا، يعني اما تيجي في مناصب معينه تبقى انت اتعلمت في بيتك وتعلمت في ناديك ان انت بتطبق المبادئ، بتطبق القيم، بتطبق الصح. لكن الاهلي لا، مش هنضحك على بعض، لا طبعا الاهلي احنا نتشرف وبنتعلم، ودايما ولادنا واحفادنا وجدودنا علمونا كده ان القيم والمبادئ. فاتشرف وبقول لك يوم حلو، الواحد وهو جاي بتبقى انت، انا يمكن من امبارح وانا بقيت مع حسام ومراتي والولاد وجايين من 7 الصبح، فهي رساله طبعا. ان في ارتباط يعني عائلي، ارتباط محبه كبيره جدا ما بين الكابتن محمد فضل والكابتن حسام غالي. لا ده مش ارتباط، هو ده اخويا، ده اخويا طبعا، وكابتن الخطيب ده قدوه لينا كلنا ومثل، وده اللي حبيبنا في الكوره. فانت بتتكلم ان في زي ما بقول لك في مبادئ وفي قيم وفي نظام انت ماشي عليه، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الناس كلها جميعا والقايمه وحسام طبعا، يعني دي ما فيهاش كلام. شايف وجود الكابتن حسام غالي هو انتصار وبدايه انتصار للجيل بتاعكم ان هم يكونوا موجودين في هذه المناصب، خاصه انه بقى عضو مجلس اداره النادي الاهلي الى جانب ان هو عضو في مجلس النواب؟ حسام بص هقول لك على حاجه، في حاجات بتتقال وفي حاجات ما بتتقالش. اللي انا شفته، انا اقول لك على حاجه وانت عارفني انا ما بقولش كلام تجاري، بتكلم بما يرضي الله. يعني اللي انا شفته من حب حسام للنادي واخلاصه وانتمائه وعشقه للمكان ده ومسؤوليته ان هو يقدر يقوم بالمسؤوليه تجاه الجماهير وتجاه الاعضاء الجمعيه العموميه، يخلي الناس كلها من غير ما بتفكر الراجل ده. الراجل ده بقول لك من الناس القلائل جدا والله بجد، اللي الواحد شوفهم بيحب النادي بجد. هو ما عندوش غير حاجتين، عنده النادي والكوره، هم دول الحاجتين اللي في حياته يعني، واسرته طبعا. فزي ما بقول لك حسام كادر كبير جدا للرياضه، حسام مهم جدا مش لجيلنا بس، لكل الناس الصغيره. ربنا يكرم ويا رب ويقدر ان هو يكون نعمل طفره في صناعه الكره المصريه. كلمه اخيره من محمد فضل ابن النادي الاهلي وهو داخل البيت الكبير بيت النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ لا اقول لهم طبعا جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمه وتفضل عظيمه، وجماهير النادي الاهلي مش اعضاء جمعيه عموميه بس، لا ده بره في كل مكان بيعلوا من شأن اي حد في ظهر النادي على طول. كل اللي وصل له في الاخر هم رقم واحد، يعني جماهير واعضاء الجمعيه العموميه. بقول لهم طبعا احنا بنحبكم جدا، يا رب على طول دايما في ظهرنا، دايما في ظهر اولاد النادي، ويا رب يبقى رقم واحد على طول باذن الله. شكرا، ميرسي جدا، ميرسي جدا. فارس اسامه ده كان لقانا طبعا مع الكابتن محمد فضل، واحد من ابناء النادي الاهلي، ويعني اتكلم بروح الاهلاوي.